سمع الكلام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم لقاء رياضي جديد على شدا اف ام، برنامج البطولة من 2-3-5. سعيد جدا في هذا الوقت أن نتلقى معكم في هذه المساحة الزمنية صحبة كابتن فخر الدين رشحي. أهلا وسهلا. أيوة تحية ليك كابتن منير، وتحية لجميع المستمعين. كيف حالك؟ سيدين كيف حالك؟ كيف حالك؟ الحمد لله خويا. وايد الحمد لله بخير والله. أنا الحمد لله. ما الريتم ديالك طايحه صاحبي؟ هو ماشي الريتم، الحمد لله الحمد لله. اللهم لك الحمد. كتفكرني بداك اللاعب يلا كيدير ليه شونجمون، يلا كيدخل كيدخل كيتمشى. لا لا، ولكن ما كيتعطى شي باس في البروفوندور. لا كيبان لك انا بدا انا بدا من عدتي الحمد لله رومبلاصاي. ها يا منير هي على رومبلاصاي، وانا كدوي معايا تخرج تمشى. ويلي ويلي بيرجيكو دخلت تمشى. ها لحيت عرفتي مع من كنتي. ودابا شوف لو بوندو توش هذاك الشيء كتكون جالس فيه، وداك لو بوندو توش عريان ما مغطيش، وفي واحد الكرسي ديال الخشب اللي تعقل عليه طويل، كلشي جالس بسكين تمايا. في ثلاثه ديال ديال دابا الخلفي الله يرحمه البطاش الله يرحمه جالسين في واحد القنيت حداك، وحنا الدراري اللي رومبلاصون مع احمد الجول، وواحد عدد كبير ديال الدراري. ولا قال لك نوض؟ ناري 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 ناري، عمرني ما ننسى واحد النهار هذاك هذا الماتش فاس والوداد في بيرجيكو. غادي ماركي عندنا الجزار، غادي ماركي على كان رضوان الجزار. كان ديك الساعه الزكي باقي ما دخلش، كان في لافايلوندو محمد هو اللي حابس، عبد الحق عبد الحق الله يرحمه مجاهد العربي حربان. دخلت تبقى شي صحيته كاع فرقه هما تما تبارك الله الهزات الله يرحمه، واحد ليكيب تازي في الاخر ديالو هذاك الشيء ما نقولش لك. فرقه ديال الماس ديك القلده ديالهم ويلي، وبيرجيكو مع صغير خصك الا بغيتي. ايوا كنا كانوا ماركاو علينا وبقينا كنضربوا، دخلني ديك الساعه البطاش الله يرحمه الخلفي بقات شي 10 دقائق، باقي الجمهور ما تيعرفنيش بزاف وداكشي ورقيق، كيقولوا هذا غادي يدخل للدار معاد. ضربت واحد البرا ما عندي زهر، هذيك البرا خدمات عليا كون دخل هذا. وبقينا كتعرف الجمهور ديك الساعه في بيرجيكو الناس بجلابه وطرابش حمرين. علاش ما يلعبش من الاول؟ لا ما كاينش، لا الناس كانوا كيعطي الناس بجلابه وطربوش حمر والله العظيم في بيرجيكو. كان ديك الساعه حتى النقاش على الكره، الراديو وداك الراديو سيس اللي شادين كل شيء شاد داك الراديو كيتصنتوا نور الدين قديره. كيتصنتوا الفرق الاخرى اللي كتلعب الحلاوه والله العظيم. دويت معايا على رون بلاصون. اي هي رون بلاصون ملي كتلبسها ملي كتجيك النوبه ملي كيعطيك الخلفي الله يرحمه رون بلاصون. انا حاضر لواحد القضيه واسمح نبغي نوضح الناس شي شويه اسمحوا لي. لا لا مرحبا الله يرضي. حيت في بيرجيكو مونير كانوا كيدخلوا بالطاش والخلفي تيقولوا للدراري واش ما مريت حتى واحد، وتيقولوا شي ثلاثه المرات حتى واحد ما كيجاوبهم. فاذا بك يقدر يدخل للبطاش الله يرحمه ويقول لهم شوفوا راه اللي مشى تلقيناه مريض ودخل زعما وما دار والو خرج راه ما باقيش غادي يبقى يلبس. لا تبارك الله يعني ما تكذبش علينا 35 لعاب ولا هذا كتشابه راك انت عارف كلشي مسيني، ما كاينش قضيه ديال حتى الفندق ما كاينش. كناكلوا ديك الساعه عند العربيه حردان في في في, في القهوه السناك اللي كانت عنده في المدينه، كنلعبوا الماتش في النهار وكنمشيو نلعبوا هذا. يعني كان كيقولوا شي ثلاثه مرات ولا اربعه، اش كيديروا من بعد؟ كيدخلوا كيلوحوا التشكيله، والله ما كانوا كيعطيو الاحتياطيين كيعطيو التشكيله 11 وهذيك ال 11 الا بغيتي تعزل فاس حيتا والشريف وشيشا وعبد الخالق اش غنقول لكم، عبد القادر شهب صابير وصفاري العلاوي سعيد الزموري كمال اش يلا انا عطيتك دابا يلا انا عطيتك كيوصلوا حتى لدوك ال11 بعدا بزز ودوك حيت ما كانوش كيقصوا بزاف لو بوندوتوش 16 يعقل 16 في الجروب كامل كامل ايوا 16 و5 وحيد الغارديان دبي دوزام غارديان دبي غيكون معروف اربعه شوف كيدير لهم شكون غتاخذ ويلي يا مونير ملي كتجيك الفرحه وكتقول الله الله غنجلس غادي نجلس فتوش وكتعول خصك تسنى دو شونجمون دو شونجمون تسنى لاطاكي ما بودرباله لا يعطيك واحد شويه الا هما بغاو يخليوه شويه فهمتيني يجلسوه باش تدخل انت تقضي غارات شويه. كانت الحمد لله اللي ما مرش من هذه المراحل ما كنظنش انا يقول لي العب الكره خاصك تمرت. فشكرا بزاف فخر الدين مره مره كتردنا بحال هذا بيان سور لحظات مزيان عشتوه مونير باش ليا شرف باش حتى شحال من واحد الدراري اللي غيكونوا كيسمعونا دابا على الاقل كتلقى واحد الوقت راه كانت واحد الممارسه كانت كانت واحد الكره في واحد الشكل. ايوا ولكن الحمد لله كاينين الناس قوام هذيك الساعه الناس كيتلاقاو معنا دابا عاشوا هاد عاشوا هاد الحقبه هادي وعاشوا مع هاد المدربين الله يرحمهم عاشوا مع هاد اللعابه. انا بهاد المناسبه كنوجه تحيه لكاع الناس اللي ذكرت ولا اللي ما ذكرتش اللي لعبوا في الوداد واللي عطاو الشعب كثير مونير، منهم مسيرين منهم لاعبين منهم جمهور منهم كل شيء. انا كنبغي نوجه تحيه لكل شيء لانه كانت العائله تبارك الله كان داك الشيء
يوتس قال لك البارح داز الساعه ونص ولكن ما شفتوش لنا الغالي على المنتخب. لا بركه سيونس الله يجعل شي بركه. انت مشيتي درتي حمام ذاك النهار شفتي الغالي وحنا مالنا خويا الا قدرتي ديه تحك ليه هذاك واحد سير ديه انت شفي ليه الغالي تما يونس الله يهديك واه دي معك حمام في الدروا راه قال لهم حلو ما عمره ما سد دي ولكن حك ليه بشي حجره. وساعة وصب ومثلك تكرفس علينا اليوم او تاني وعطي وكيكي هتهت واحد سيجوا بدير وخلط كان نسمعوا اليوم. لا لا غنسمعك والله تقسمعك لا لا مولير بارك الله تا غنسمعك خصيش 4 الدواء فاليوم غنتكلموا غنديروا مرور الكرام على مباراة الوطني مع بوروندي. تلعبوا شي ماتشات البارح؟ تلعبوا ماتشات. انا جايك الاخر الدين انا جايك. مرحبا. غنتكلموا على رحله الوداد لجنوب افريقيا ثم استقاله ونهايه مرحله جمال السلامي ما بعد المباراه ديال بيراميدز في فريق الرجاء. تغييرات على مستوى الاداره التقنيه باقي لنا شي غادي شي جاي ثم كاين واحد الموضوع انطلاقا من الاربعه ان شاء الله. ديما كنهضروا على كره القدم المغربيه احنا من الداخل ولكن اليوم غنقول لك كيفاش كيشوفوها الناس من برا. وغنقارن واش داكشي اللي كيقولوا الناس اللي كيشوفوه من برا واش نيت فعلا هو اللي عندنا الداخل. نخليها لك مفاجاه انت انت والمستمعين ديالنا الكرام. حتى الاربعه تصريحات ديال احد الاطر اللي خدم عندنا في المغرب هنا بزاف في تصريح لواحد الاذاعه عندهم هما في البلاد كيفاش كان الهضره على المغرب. نشوفوا حنا فعلا واش هذا الشيء اللي كاين او لا. فبغيت نرجع بك للتصفيات ديال كاس افريقيا. شنو الا عطيتك واحد الخلاصه قبل ما ندخلوا للنتائج شنو بان لك انت في هذا سيرتو في هذا اقصائيه 2021 شي حاجه جديده بانت لك؟ سيموني اللي غيبان لي ها هو واحد القضيه ظهور بعض المنتخبات وكيرجع بيا الكلام اللي كنت كنقول لك دائما على انه لو نيفو ديال الكره غادي تيقرب وهذوك المنتخبات اللي كنا دائما كانت محتكره على انه مسمينا احنا الكبيره وكتوفر على عناصر ولا كيبان لي بانه ولا شيء عادي يعني حتى في المشاركه ديال الكؤوس الافريقيه ما شفناش ما كنشوفوش شي منتخب بارز بواحد الشكل كبير منير من اللاعبين ديالو بهذا كتسمى الاسماء ولكن ملي كتدخل المباريات كلشي بحال بحال ما كاينش. شفنا ذاك النهار يعني لاعب ديال ليفربول اللي كان مع السنغال ساديو ماني كلشي الناس كيهضروا عليه تيقول لك هذا كنشوفوا صلاح مع في مصر ما قدرش مسكين حتى هو يساير. بزاف ديال اللاعبين ما عدا المنتخب الجزائري اللي خرج من عنق الزجاجه كيف كنقولوا حنا وقدر استطاع يمكن بديك الالتحامه ديالو ديال اللاعبين وديال المدرب وقدر بالماضي يخرج من هذوك اللعابه اللي عندهم كاريزما وعطى الامكانيات. مش هذيك الفوضى ديال انا التوني ديالي ما نحيدوا لي حتى شي واحد. بزاف ديال الامور تبدلات هما دابا غاديين في واحد غادي لا فوالا هادشي هو اللي نقدر الاستنتاج اللي عندي وخلاص. انا شفت البارح ابو الصوانة عجبوني يا منير كنت جالس بوحدي تنقول واش دابا الفرقه ماشي شي ولكن كيشدوها تيحطوها الارض وتيلعبوا سميتو راه هادشي اللي بغينا حنا بغينا حنا نوصلوا على انه البارح دابا الجزائر غادي وليها تعذبات ولكن الاحتكار ديال الكره كان عندها هي اش كتجيبها بحال داك الشكل ديال كيلعبوها وكيدير راه حنا بغينا بحال هكا. حنا دابا المشكله المنتخب داخل بشخصيته غير الغرض هذا هو المشكل. بغيت نقول لك انا الفرق اللي كيبان لي منير كيبان لي غادي يجي واحد الوقت على ما كيبان لي على انه كاين بعض المنتخبات اللي غادي تظهر وغادي تخلق لك ماشي تخلق مفاجاه. جنوب الصحراء ولا فوق؟ لا في جمال الجنوب. انا كندوي نيت على جنوب الصحراء موني كندوي على بعض الانديه دابا ملي تشوف دابا بحال جزر القمر تشوف دابا كنتكلم لك على بوتسوانا على غامبيا على واحد عدد كبير ديال الانديه اللي هي في طور ديال الاشتغال. الراس الاخضر راك شتيها بونير اتونسيون الا كانوا الا كملوا العمل ديالهم غادي يقدروا يفاجئوا في المباريات. وبالعكس في هاد السنوات الاخرى تراجعوا حيت كانوا وقعوا. انا كنقول منير بانه مستقبلا يمكن الخريطه ديال الكره تقدر تشوف فيها شي تغيير مع ديال افريقيا. مع ذلك كانت شي حاجه شي انا حاليا تنبغي نشوف كنشوف اللاعبين اللي كتوفر على منتخب السنغال خارج ارض الوطن نشوف نيجيريا نشوف الغانا نشوف الكوت ديفوار نشوف هذا ولكن مالغري داكشي منير في المشاركات ديالهم ما كيبانوش ليا بذاك المستوى اللي خصهم يكونوا به. بما اننا في الاقصائيات وانت شفتي بزاف ديال المباريات لا ديال جنوب الصحراء ولا ديال شمال افريقيا واش ماشي الاقصائيات حتى هي كتقدر تغلط تصفيات هاد لي زليميناتوار؟
يعني واش ماشي الغربة الحقيقي حتى حتى النهائيه حتى كيتجمعوا دوك 24 هذا كيبان لك ايوا هو التصفيه تمون كتعرف بزاف ديال الحوايج كي قلت انت الاقصائيات كتعرف مباريات وتعرف مجموعات وتتعرف هذا ولكن الوقت اللي كيتجمعوا كاع دوك النخبه ديال لاكريم ديال المنتخبات تما في كنبغيو نشوفوا حنا النيفو ديال كره القدم ولكن مع ذلك منير انت راك تبارك الله عليك انت والناس المواطنين اللي كيسمعوا لينا كنتبعوا كاس افريقيا كيبعض المباريات ما تشوفهاش نفس بالله ما تشوفهاش منير مباريات ضعيفه بزاف كاع ما كاينش داك سيرتو ديك اللي ما كيكونش فيها طرف كبير سيرت والو بعض المرات كتلقى دوك 15 شادين دوك الزمارات كيغوتوا هما الزمارات طا 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 هذاك ودنيك يضروك ولكن ما كاين والو الريتم غادي يا منير ضعيف داك الشيء كيكون باقي ما وصلناش لذاك الشيء اللي خصنا نوصلوا ليه فين حنا وسط هذا الشيء حنا منير كنبحثوا على راسنا هذا الشيء اللي كتشوف حنا بهذا الشيء اللي كنشوف كنضيعوا الالقاب خطير حنا منير حنا بهذا الشيء اللي كنشوف كنضيعوا الالقاب غير الله يرضي عليك ما باقيش نديروا مقارنه حيت كنسمع بعض المرات راه حتى 86 حتى هذا اتونسيون لا كل جيل كنديو كل جيل واحد القضيه وكنديو على الناس اللي توفرت لها الظروف لقيت اللي وليتي كتمشي في طائره خاصه وليتي كدير الطباخه ديالك سبيسيال وليتي كدير هذا ما بقاش عليك سميتو انا كندوي 88 الكاميرون والمغرب هنا الاربيت قدمنا اييه تكرفص على على وعيسى حياته تنتخب هنا وحسن واحد لعقلتي تضرب براس ومشى الله يستر مشى كوما وحتى حاجه ما وقعت يعني كنتي كتاكل العصا منير بلي صار بيت صحه ابغيتي ولا كرهتي ودابا انت توفر لك الحمد لله كاع الظروف تنضم وصلت الوقت على ان هادشي اللي كيتقادوا الله يعاونهم الناس الجامعه بغات تعطي ولا بغات دير ما كاين حتى شي مشكل كتشجع وكدير ولكن راه باقي ما درتي والو باقي ما كاين والو تغدى الا بغيتي تهضر وبغيتي تقول على حنا في الحقبه ديالي راه خاص يكونوا تيتر خاصها تكون شي حاجه شكون نهضه كرويه نهضه كرويه في الالقاب نهضه كرويه داخل البطوله ديالك ما نشوفوش فيها الحمد لله مزيان هادشي اللي غادي فيه مباراه ما كتاجلش راه مزيان راه حنا غادي نشوفوا الفار مزيان الحكام يزيدوا يجتهدوا مزيان منير كل شيء هادشي في صالح كره القدم ولكن بغيتي لا فيترين بغينا نشوفوا شويه ديال المعقول والمعقول فين نشوفوا داخل المنتخب الوطني في لا فيترين ما باقيش اسيدي نتوما اللي هو هذا المنتخب الوطني منير ما بقاش محتكر على بعض الاسماء ولا شي حاجه ولاو بلايصهم راه معروفين وهذا والجامعه على كل شيء والجامعه خصها تقال فوق والمدرب هو اللي يتحكم في سميتو باش يكون الامور تكون واضحه الا بغينا نحققوا لان منير ملي كتشوف هذا النيفو كتقول عيب ومن العار غتقول لي عندنا اللعابه كل شيء عنده اللعابه كل شيء افريقيا دابا الان كلها عندها لعابه ولكن اللي كيفوز هو اللي عنده فريق ما فوالا منير خص يكون عندك منتخب قوي منتخب متكامل وياما منتخبات ما فيهاش نجوم راه غدا نجمعوا دابا حنا دابا ملي كنبغيو نديروا مباراه استعراضيه كنجمعوا النجوم ونقدروا نلعبوا مع منتخب ديال شي مدينه ولا فريق كاع كيربح داك الفريق هذاك فرق اللي كاين الله يرضي عليك ما عندي ما نسى كمونة عكس ملي كيكون عندك منتخب ولكن منتخب جامعوا على واحد الاسس اللي هي معروفه كانت واحد انا جيب كمونير جيب اريار دروا جيب حكيمي وجيب هذا وجيب هذا ولكن كل واحد يدير لو رول ديالو ما نجيبش اللي جبتو على قبله ما نجيبش بالسميه ما نجيبش بالسميه منير ميساج واضح الله يرضي عليك صافي هادشي اللي حيت قالوها لي فرونسي شحال هذه واحد العباره شهيره كيقول لك افيك لي 11 ميور جوور دو موند اون بو با كونستروير لا ميور ايكيب دو موند على كو كانت هاد القضيه منير انا تعطيني دابا انت فرقه كنتريني بها ما عمرني ما غادي ندير لك انا 11 لاعب كل دي تكنيسيان من الكارديان دبيت حتى سميتو لا الا درتها غادي نخسر ب 20 الا ما درتش ليها واحد الكاسور وما درتش ليها واحد ديمي سونتر مزيان وما درتش ليها ايرور دروا الله يرضي عليك كل واحد وخدمته كيخدمته شي كيخدم علاش ما عندي ما نتسالك انا كندافع عليك وانت كتدافع عليا وهي غاديه حنا دابا المشكله اللي كنعيشوها راه باقا ما يونس ويعجبوك المحللين لاعبين سابقين كيحلوا المباريات وهما عندهم خويا يونس المحلل ديال المباريات ماشي ضروري خصو يكون شبعان القاب باش يجلس في البلاطو لا كاينه شروط انك تكون تلعب لعبتي الكره لعبتي في ليكيب ناسيونال عرفتي الاجواء ديال داكشي اللي كتهضر عليه ماشي ضروري تكون فزتي
وبلماش بدات التسميه اللي عطيتيني لان راه كلهم لعبوا في ليكيب ناسيونال وما عندك ما دير. لا وقول يوسف راه كاين واحد القضيه دابا كاين الخيارات كل واحد دابا في فرنسا كلشي دي زونسيان جوور انترنال اللي دوز كي كنتي انت كره اللي لعبوا في ليكيب ناسيونال ولعبوا حتى ملي غتسولني انا على نيجيريا الحمد لله ما عرفتيني بان الحمد لله تقول لي غانا تقول لي مالي اي حاجه الحمد لله اللهم لك الحمد دوزنا مع ليكيب ناسيونال دوزنا مع الوداد كي قلتي على الاقل كتكون عندك هذيك لا ماشي بالضروري تكون عندك القاب لا لا كنا. لا والقاب عاوتاني راه ماشي الا خديتيها الا خديتيها سيونس بالالقاب راه كاين بزاف الناس مدربين ولاعبين عند شبعان الالقاب ولكن ما يقدر يقاد لك حتى جمله مفيده في قال لك قبلها راه يونس جاوبني قال لك حرام عليك السي فخرتي قال لك نخوي عليه المسخون نسلقو ايه قال لك ما نحكم ليه لا خليه واحد بغي يسلقوا بغي يسلقوا خلاه اللي عنده العقليه الصحيحه هما اللي كيقدروا يتفوقوا هذا السي ايوب السي رشيد زري اسمح لي اخويا انا اللي عاوتاني رشيد رشدي نحن دائما نعاني ضد الفرق اللي عندها بنيه جسديه قويه لسوء الحظ جل الفرق الافريقيه تعتمد على البنيه الجسديه القويه لا اظن سنفوز بكاس افريقيا يمكن هادشي في الفورماسيون عندنا حنايا واش كنديوها فيه ولا ما كنديوهاش فيه سي محمد انا عندي 39 عام نيس من كاس افريقيا الامم بغيت غير نشوف مقابله نهائيه ديال 76 في يوتيوب راه تلقى اللقطات داك البيت ديال بابا ما يتبانش لي مزيان ولكن على الاقل كيبان لك داك هاي الله يحفظك السي عبد الغني الشفاوي الله يداوي مرحبا خويا تحيه لك اخويا يونس تحيه للحسن المحجوبي قال لك من بوسطن تحيه كبيره لكم خصوصا فخر الدين شكرا على الصراحه وما يليها من كوميديا تحيه لي تحيه لي خويا رشيد الله يحفظك بارك عنا من هذا الشيء راه ما غاديش نقراه صافي مالو عاوتاني هذا ما سي رشيد كيهضر في جهه اخرى مشى لك الجهه الاخرى وحيد مدرب ممل لا يصلح للمنتخب ممل نتسناو اخويا نشوفوا اليوم المباراه ديال اليوم نشوفوا واش نفس الملل ديال المباراه ديال موريتانيا واش نيس كاينه شي حاجه وبالمناسبه انا نمرض كده ديال الكاسك مالي درك كاسك فخر الدين نسمعك وحيد خليل وزيد اش قال البارح ملي تطرح عليه سؤال المهم هو تكلم على بزاف ديال الحوايج هي نلخصها لكم تكلم على انه قال لك الموهبه ما كتكفيش لو طالون ما كيكفيش خاص العمل خاص التطوير قال لك المجموعه اللي عندنا راه جديده ب 85% خاص لو طون خاص الوقت قال لك الامور تري تري كومبليكي قال لك اكثر من داكشي اللي كان كيتصور هو قال لك كاينه بزاف قال لك كلكو شوز كي مجان شي حوايج كضايقو خصنا قال لك نكملو ومازال كنقلبوا على الحلول والافضل وقال لك حنا باقيين في البدايه ولكن السؤال شي سؤال طرحوا عليه احد الزملاء بخصوص لاعب محلي واللي جاي من لهيه والفرصه اللي تعطى اللعابه فاسمع شنو قال وحيد خليلوزيتش وي جو ماي اريتي افيك سا اريتي سا افيك سا كومبونسي كوم سا جو اساي لو جو كيزو ماروكان ايزون توس ماروكان Je n'ai pas trouvé ni Algérien, ni Tunisien, ni Bosnien, que de tout le Maroc. Et arrêtez de me parler Botola, étranger, expatrié, c'est chemin, c'est, ça, je n'accepte pas. Ça, c'est joué. Après, je fais mes visions de choses pour ça. Bah, j'ai déjà là-bas, il a entré, comment ça s'appelle, un petit peu Rahimi et tout ça. Il a joué Jabran, premier mi-temps, regardez, ben c'est, voilà, c'est déjà pas mal. Après, ce choix, est-ce que ça c'est moi qui vais choisir? J'aime pas quand vous me posez la question, Botala, vous pensez que je n'apprécie pas ça? Non, pas du tout. Je choisis meilleur joueur, est-ce qu'il joue là et pas hier? Pour moi, c'est comme ça. Et il faut, vous pouvez faire votre commentaire, ça, j'aime pas, mais moi je sais qu'est-ce que je fais, voilà. Alors que j'aime pas ça, moi vous pouvez faire vos commentaires. Je vais répondre. Je ne sais pas, c'est vrai. Je n'ai pas d'accord avec ce que je dis. À chaque fois, je vais vous dire à la moudre, qui est le محل, Allah est d'accord. السؤال تطرح عليه غير لا جو سي شوف تطرح عليها موني ولا ما تطرحش انا معاك دابا حنا اللي خصو تطرح فين غاديه ليكيب ناسيونال اصاحبي خصوني انا على واش كليتو البارح واش شربتو واش درتو شي حاجه كنسولك سؤال سي واحد بونجور كيفاش كتشوف المنتخب شرح لينا حنا شرح لي الفخر الدين اما كان ما لعبت لا كره لا والو انا جالس هنا في الراديو بغيت نعرف المنتخب كيفاش كيلعب انت مواطن انا مواطن شرح للناس شرح لينا كيفاش كتعيط للناس شرح لينا اللعابه اللي لعبتي هو قال لك لو شونجمون هذاك شونجمون منين قالوا لك المحلي قلت لهم زعما راني وقلت لهم جبران حكموا انتوما
صافي دير كوا واش فهمتيها؟ فهمتها اشنا هي هذه؟ زعما ها هو لعبتو ها هو لعبتو ليكم نشوفو نتوما احنا غنبداو ندخلو في هذا الشيء دابا عاد جبران قال لهم ايوا نتوما قال لهم هضروا نتوما كتهضروا بحال كيقول لهم نتوما كتهضروا على المحل اللي ها هو جبران انا وريتو ليكم زعما يلا احنا ما بغيناش نوصلوا لهذا الشيء دابا نبداو نديرو شوف منير لا الله يرضي عليك واش حنا هذا المنتخب غنديرو فيه الحسابات كيبان ليا لا اذا كيبان ليا هي كاينه بلاتي يا منير اذا غنبداو نديرو فيه الحسابات والاختيارات تاهي تولي بهذه الطريقه لعبك حيت نتسناك باش تزلق وتمشي في حالك وهذاك الشيء ايوا هذا راه ماشي منتخب وطني وانت راك ماشي مدرب راه المغرب الا جاب كاس واحد راه جابك باش تكون لنا منتخب من هاد اللعابه اللي عندك اللي كتجيب دابا وليتي كتقول لنا سي كومبليكي في الاول ما قلتيش لنا سي كومبليكي وقلتي حاجه اخرى كتقول بانه قال بانه عنده شي حاجه داخليه قال لك شي حاجه كتضايقو شي كومبليكاسيو كتضايقو قولها لينا واش لادجوان ما عرفتش لا واش لادجوان ولا شي لعابه من هذوك واش شرح لينا لا شوف منير اللي غيضايقني انا كمدرب انا نعطيك انا شنو هما اللي كيضايق المدرب كيضايقك الرئيس مثلا اعضاء المكتب مثلا ولا لادجوان عنده جوج بيان سور اتصلت ليا ولا منير شي حاجه عند اللعابه بحال دابا كيكون عندي واحد جوج لعابه ولا ثلاثه خلق لي مشاكل تنمشي عند الرئيس والمكتب ويقول لهم هادو الله يرضي عليكم ما بغيتهمش شو كيديروا لهم ما غاديش يخلوا الجروب ديالي يمشي مزيان راه كلشي واضح خصو يخرج يقول لنا ولكن دابا حنا بعدا واحد القضيه واش دابا انت 11 ماتش عاد كتقول للناس اليوم 12 اليوم 12 كتقول لنا كومبليكاسيون كتقول لنا راه سي با ماشي لو مامون منير باش جيت نعطيك انا ميكرو نسولوك الناس تكون فرحانه دابا وتقول لنا هاد التشكيله ونعرفوا شكون الكابيتان ديكيب بحال كيديروا عالميا معروف دابا سولوا هذاك ديال البرتغال على لو جيست اللي دار رولاندو ما لقاش مشكل قال لهم اعترف هو بانه ولكن راه نامبورت كي الى ريزون يوقع ليه داك الشيء اللي وقع رولاندو يقدر يدير فيه يدير نفس واليوم قال لهم على غدا عنده واحد الماتش مع لوكسمبور هو اللي غيكون كابيتان ديكيب صافي الامور كتبان ليفاندوفسكي تضرب لو لوندوما خرج القرار على ان ليفاندوفسكي غادي يغيب على المباراه اللي غتلعب تما كاينه شخصيه المدرب ولكن لا القرار القرارات كتخرج دابا حنا تما ما يسمى فعلا بلو فري باطون فوالا ومن غير هذا الشيء حتى التواصل منير حنا هنا كنعيشوا واحد الحاله خطيره حنا هنا راه المدرب اللي جا فخر الدين المدرب اللي جا خاصه الاجنبي مع الباب مع دوك اللي كيستقبلوه في المطار ودوك اللي كيستقبلوه تيقولوا لي ما تهضرش وما تهضرش ما تهضرش ورد البال عندك لا بريس فوالا راه بحال كاين بوعو غادي يتسناه ماشي كيحطوه في واحد لو كونتيكست لا راه حنا جيتي راك راه هنا هاد البلاد راه الناس محبين الكره راه هنا الناس كيبغيو يسولوا على التفاصيل يحطوه بعدا في الاجواء لا جي نعسو على الحرير ما تهضرش ما درتش فعلش راه معذب حتى في اللغه هو دابا انا سمعت على هاد الشويه هذا راه معذب وراه كيخرجوا المغاربه يدافعوا عليه راه معذب كيقول لك لا راه ما قصدش راه كان غيقول راه قال انا ما عنده ما يقول هادشي اللي كيقول راه باينه منير راه شي دروش دي جيب عليه ان يكون عنده شخصيه وشرح الاسباب خاصو يكون عنده شخصيه لانه مدرب ديال المنتخب قول لنا شنو هما لي كومبليكاسيون اللي عنده راه داز الطوارئ اش بغيتو داز الطوارئ النهاريه اش بغيتو منه الا بغى الفراجه راه اللي بغى الفراجه راه المسرح ياك سي زيد واخا الفراجه ديالاش قال لك زعما اللي بغى الفرجه اللي بغى الفرجه في الكره واخا سي زيد هذا كيتفرج يمكن يمكن سعيد الشكري سي منير هناك واخا الله يحفظك سي سعيد شكرا يونس بونو يا ساحق فعلا ولكن كيبقى الاختيار من الداخل سي ايوب بالفعل الاسئله اللي كتطرح للناخب لا خويا ماشي الاسئله اللي كتطرح هي اللي ماشي في المستوى الاجوبه هي اللي كتكون اما الاسئله راه كاين بزاف ديال الاسئله كتطرح و وكتبقى سيرتو الا كنتي بعيد الا كان بعيد منك كيعطيك داك الشيء اللي بغاه هو ودوز انت بقى طرح حتى للصباح هذا المنتخب ما بغاش يتقاد من 76 عيب وعار خويا منتخب تصر كيتحرك غير بالمناح والفلوس ياسر عطار المناح امر عادي الفلوس امر عادي ولكن غير بغينا نشوفوا شي حاجه السي المهدي على اساس المحترفين اللي لعبوا مع جبران حمروا الوجه هو هضر على جبران ما هضرش على الاخر ما كون جات عليا انا غنقول ليه ام اللاح برقوق هذا راه حتى واحد ما كان هذاك النهار شفنا البارح مصر والجزائر لعبوا قتاليه روح الوطن المهم بغينا كاس افريقيا هذا هو المطلب
رجعت كوتر فين جات كوتر بغيتي تبقى تاخذ متحيدات الاخبار لا ما نحيدش لها لا ابدا زيد يا بنتي تقصي صافي دخلات جات تفضلي كوتر تفضلي من 4:30 ان شاء الله مرحبا بكل الاراء ديالكم بخصوص كاع المواضيع اللي كتشوفوها انتم الصالحه للنقاش سولوا الفرق ديالكم تكلموا على الفريق الوطني المغربي واي مواضيع تهم الرياضه الوطنيه كره القدم على وجه الخصوص 0522 36 10 36 0522 36 05 36 تحيه كذلك لمشاهدينا على صفحة الفيسبوك بغيت نعطي واحد النتيجة هنا سي فخر الدين وأنه المنتخب الموريتاني الشقيق يتأهل رسميا لكأس أفريقيا وحنا باقي كنهضروا ربحوا خارج الميدان 1-0 ربحوا أفريقيا الوسطى إيوا صافي هذا كاع ماتش ديال اليوم ما فيهش كاع لو جو خالي من لو جو نهائي خالي من الكوليسترول خالي من كل شيء دابا هذا بيو ماتش ديال اليوم بيو وبلا ما يتلعب كاع لا بلا ما يتلعب وهذا ما نشوفوش فيه السيد يهضر معنا قبيله داك ما يقولش لنا هذا الماتش زعما ما نشوفوش فيه اليوم في الليل مع الثمانية نشوفوا فيه الفرجه ما ملعوب على والو ما نشوفوا فيه الفرجه ونشوفوا لا ما نشوفوش فيه دي دريبل ما نشوفوا والو ولا قيل غتشوفوا مريض اكثر من الماتش اللي داز ديال اناب صافي لا حيت ما غادي يكونوا حاسين بالمسؤوليه عارفين بان الناس ما سكتاتش بان راه كاين تدخلات وانا عارف بان المدرب غادي يوصل لهم الفيستيار عارف بان فوزي القجع حتى هو غادي يكون عنده تدخل اتونسيون راه ما كيسكتوش ولكن نشوفوا لا رياكسيون في التيران سور لا بولوز على اي فريق الوطن المغربي اليوم غادي يلعب مع 8 ما بغينا والو منير دابا دابا اللي بغينا نديروا ان بون ماتش ونشوفوا حيت كي قلتي انت غنوقفوا ما يبقى والو ولكن راه خصك تبريباري ايكيب وهذا هو المشكل اللي غيكون عندك او ما غايمشيو فحالهم عاوتاني حتى الجوان اللي غيلعب غيلعب واللي ما غيلعبش ما غيلعبش واللي هنا فين عندك عاوتاني المشكل فين كي غادي دير باش تصيب عندك من هنا حتى الجوان ما كاين حتى شي دات فيفا لا سيدي حتى الماتش الاول ديال اقصائيات كاس العالم ملي كيقول لك هو لا كومبليكاسيون انا عرفت فين مشى منير لا كومبليكاسيون اللي عنده دابا هو انه هو ما اغتنمش الفرصه لان عندك اليوم الماتش 12 وفين كنتي المباراة الودية وكل شيء ما كنتيش خدام ما قدرتيش تكون فريق ما بقيتي والو شوف منير ما درتيش منتخب وطني وعولتي عليه اليوم دورة 12 ولا رقم 12 ديال المباريات كنا اليوم نكونوا صافي يا منير اليوم كنت نقدر نقول لك انا على انه واحد يقول لنا ما غنلعبش بالفرقة تيتيلير يلاه كاع اييه كي جاتك هادي مزيانة وصلنا ليها؟ لا ما وصلناش ليها صافي دونك ما كتوصلش لهاد المسائل عارف راسك راه باقي خدام على اين نتمنى توفيق الفريق وخاص الله يرضي عليك من مورا هاد الماتش يقول لنا اش واقع لان هذا هو الوقت ما يخليناش حتى المرحله اللي تكون صعيبه ويدير لنا بحال اللي كاع داروا كاملين شوف لا غا هو يقول لنا اش واقع لا الميزانيه كتضيع والصندوق تيخوى وبزاف ديال الحوايج غير هو وديك الساعه سيطرو طارمون غير هو يقول لنا اش واقع كجميع المدرب اللي دازوا راه تبارك الله مشاو مع راسهم مفيكين ما خصهم حتى شي خير يا اما هو يقول اش واقع ولا ذاك اللي مخدمه هو اللي يقول لنا اش واقع حيت هو اللي يقول لك انا عندي صافي دير عنده شي حاجه في حيت السي فوزي القجع مع كل الاحترامات نقدر نهضروا في بزاف ديال الحوايج والناس كيقول لك واه الجامعه والانجازات وهذه ما كاين حتى مشكل كاين شي حوايج زوينه دارت انما الورش ديال المنتخبات الوطنيه راه باقي فيه بزاف ما يتقال راه سمعت غتكون شي تغييرات راه خدامه هاد التغييرات فالتغييرات اللي باديه من لي زيكيب من دراري الصغار بغينا ما كرهناش تطلع للفوق وتشوف عاوتاني اش واقع اش واقع نفس الجلسه اللي تم العقد ديالها مع دوك المدربين ذاك النهار في الاداره التقنيه ومع اوشن ديالو عباد الله راه ما كتخدموش راه خصنا كذا 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 ما كرهناش حتى هي تعاقد مع المدرب المنتخب الاول ونشوفوا بانه واش نيت فعلا كاينه شي حاجه ولا ما كايناش لان المدرب ديال المنتخب الاول ما خصوش يبقى ذاك الغموض ذاك الغموض وذاك ديما حنا كنجيبوه هو ذاك المنقذ اللي غيعتقنا لا ما يمكنش حنا في مشكله جاي المدرب الله يرحمه اللي غيعتقنا لا تكون مدرب ديما يكون تدخل ديما يكون تدخل لان كاين اللي خدام وكاين المشغل هذا الشيء اللي كاين فريد شوشان الدولي السابق التونسي والمدرب السابق اللي خدم عندنا هنا في المغرب مرارا كانت التجربه الاولى ديالو في الوداد في 2010 كان مساعد ديال دو سانتوس من بعد مشى جا درب فريق اتحاديه ملول في الدوزيام ديفيزيون واحد العام ونص ولا جوج ديال المواسم العام اللي فات جا اليوسفيات برشيد السيد يعني احتك بالكره المغربيه ومشى وجا بزاف وكان بزاف الاسم ديالو كيتطرح بالصدفه كنسمع لواحد الحوار ديالو في واحد الاذاعه تونسيه الناس كيهضروا
كيناقشوا اتصلوا به واحد المحلل في البلاطو، واحد المدرب سابق سي محمد علي الزوالي، قال لي بغيت نسولك انت فريد شوشان شنو الفرق بين هاد بين المعايشه ديالك للكره في المغرب والكره ديالنا في تونس. فكاين واحد التصريح انا قسمته على واحد ثلاثه الاجزاء، نتمنى نسمعوه مزيان ونشوفوا الناس اللي على برا كيفاش كيشوفونا حنا، ونشوفوا حنا واش نيت هذاك الشيء اللي قالوا علينا راه هو اللي كاين. نسمعوا الجزء الاول ديال التصريح ديال فريد شوشان. تاع السلامه سي فريد. تاع السلامه خويا، شحوالك؟ لاباس بربي سي فريد. يمكن بالتجربه نتاعك الصغيره في المغرب بربي تنجمش تعطينا ان بيت ديفيرونس ما بين لونترينمون في تونس ولونترينمون في المغرب، ولو انه التمرين هو التمرين. اما السؤال عطاير لاني عندي وراه عده اسئله اخرى ان شاء الله منها بعد ما تحدثنا انت. المغرب بعد علينا اشواط، علاش نحبط باش ندرس في المغرب؟ نحبط باش ندرس في المغرب نظام الانفراستير موجوده ما شاء الله. ناس مثلا بريمير ديفيزيون ممنوع عليهم ثم ثلاثه فرق باش يلعبوا في السنتيتي اللي احنا تو مثلا نشوف بنزر الثاني عام 2021 بعد اقتراب ازور جاي السنتيتي اللي هي قرارات مسيفه معناها الفرق الاحترافيه اللي في تلعب في كازون. الانفراستير موجود في المغرب منظمه، الامكانيات موجوده، الجامعة المغربية عاملة كل شيء باش توفر للفرق الإمكانيات باش ينشطوا. الفار عندهم عاميين في المغرب، ما ثماش خوك صاحبي وصاحبي لا السياسة وهذاك لا نعاملوا لخاطر الجهة الفلانية والجهة الفلانية. احنا صراحة الجو تاعنا في تونس بعدنا برشا على الكورة، بعدنا برشا على الكورة، ولينا لهي في حكايات أخرى. لا ثم انفراستركتور، لا ثم نظام تاع بطولة، لا ثم قوانين تحكم في البطولة التونسية، لا ثم انفستيسمون. نعطيك مثال بسيط، مثال بسيط، الجامعة المغربية تجيب سبونسور تسمي البطولة نتاعها شركة اتصالات، تجيب 26 مليار، تعطي الفريق في بريمير ديفيزيون 600 مليون ودوزيام ديفيزيون 300 مليون، وكي يطلع الفريق من دوزيام ديفيزيون تعاونوا الجامعة، نحكي الجامعة ما نحكيش الوزارة ولا الدولة ولا الجامعة، هي متكلفة بإدارة كرة القدم. الجامعة عملت فار العام اللي فات والعام هذا باش تحسن الفرجة في كرة القدم. كي تتفرج أنت ساعات في التلفزة على الملاعب الموجودة في المغرب، تقعد احنا في تونس شامن، احنا عندنا ملعب عنده تو عامين ثلاث سنين قاعد يتصوب 67 مليار ولا ما قداش، ملعب أولمبي سوسة. لحد الآن اجتماعات وكل يوم يمشوا يشوفوا فساد وكذا، ومشي تأجل 2022 خمس سنوات وست سنوات، وين الملعب في السفاخ باش يجي؟ قال لك هضر على التنظيم، هضر على العشب الطبيعي، الامكانيات، الفار، وقال لك انا الكره المغربيه ما فماش ما فيهاش خوك صاحبي ولا داك الشيء ديال السياسه ولا. ولكن نحنتاش فاش دوك ان في التدريب وفي اللعب داك الشيء ديال العلاقات باك صاحبي خوك صاحبي. اي ولكن التدريب ما فهمتش انا بحال التدريب اشنو كمدرب يعني، انا كنجي كمدرب كيكون عندك تلعب شي لعاب حيت عنده تدخل. لا واش العلاقات بينك وبين بحال داكشي اللي كنا هضرنا عليه شحال هادي في التدوينات ديال سي محمد سهيل و... على قضيه الاختيار ديال المدربين. اختيارات المدربين ايوا بالعكس بالعكس، عندنا كنعيشوا حنا مشكل ديال الاختيارات ديال المدربين. بالعكس كنعيشوا. انا ما فهمتش يعني القصد ديال ما تماش باك صاحبي. بالعكس حنا عندنا هنا تدخلات، عندنا بعض المدربين كيشتغلوا باك صاحبي، وكاين بيان سير كاين صاحبي كاع ماشي هو، حيت دابا جا اشتغل وبعيد على على الجمعيه، بعيد على كيف كنقولوا حنا على النظام الداخلي ديالنا اللي كنعيشوا ديال المدربين اللي كنعيشوا حنا واللي عارفينه. ابار سا ما كنظنش. بالعكس وهذا الشيء يا منير كتعيشوا شمال افريقيا كلها كتعيش هذه الظروف من ناحيه غير المدربين وكل شيء، فاحنا ما كنستناوش من هذا، حنا كنعيشوا هذه القضيه. الفار سمعتي كيفاش شافوا الناس برا؟ منير كاين واحد القضيه امكانيات فو ديما غراند سيزار سكو يبارتي ان سيزار، ما يمكنش لينا نحيدوا شي حاجه اللي انا هضرت عليها في الاول كاع قبل ما تدوز لي انت هذا التصريح. حتى كاودي الا كان شي حاجه خدمنا فيها راه خدمنا في هذه القضيه ديال البرمجه ديال البطوله، هادشي ديال التعيينات، الفار، كل شيء مسائل منير غادي الحمد لله في الاتجاه الصحيح، ولكن كيبقى كينتظرنا واحد الورش ديال عمل اللي طويل 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 بزاف، وباقي مازال كينتظرنا عمل الا بغينا نوصلوا للمبتغى ديالنا. حنا لو وصلنا غير 50% راه مزيانه، راه ما يقول لها احد لحد مولاي. بالنسبه لك الشيء اللي قال ديال التنظيم، ملاعب عنده الحق، كاين ملاعب شوف حتى واحد ما كاين كره دابا، بانه اي مدينه دابا دقيتي فيها ملعب يكفي على انه دابا حنا حاليا غدا غادي نمشيو نلعبوا في فواتزم، غادي نتفاجئوا غنلقاو العرضيه مزيانه، ونلقاو هذا نمشيو للزمامره لا ميم شوز، غدا تجي النوبه ديال خنيفره حتى هي مع وضعت واحد السؤال علاش ما هذا يقدر حتى هما
تاهو جينوبتو غيتصاوب جينوبتو يقدروا يديروا شي ملعب كبير لان هذاك الملعب انا كيبان ليا صغير وخنيفرة فيها مساحه تبارك الله خارج خنيفرة قادرين منير ياخذوا ارض تبارك الله ويبنيوا فيها واحد الملعب اللي يهز على الاقل واحد 20000 ويكون لان المدينه داخل خنيفرة مشيت ليها لا ملعب جا منير وسط ماشي وسط المدينه وكانه محطوط في حضرت فيه حضرت فيه وصعيب صعيبه فيه اللعبه ديال كره كره قدم الفارق اللي كيكونوا دي بلاسمون كي تيعاني انا كنظن ان شاء الله حنا كيعاني يعني من ناحيه قرب الجمهور ومن ناحيه الضغط وداكشي انا فراس ستركتيرا مونير ان شاء الله ما نهضروش عليها حنا كاين تنظيم الحمد لله تنظيم كي دوا على التنظيم ديالها شويه لا يعني مستوى الاحتراف الانديه الجامعه دايره لا 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 عندنا عندنا اختلالات حنا عندنا صراعات عندنا لاعبين ما كيتخلصوش عندنا دعوة بزاف ديال الشكايات في الفيفا في الطاس عندنا في داخل الجامعه اتونسيون عندنا عندنا هادشي عندنا عندنا مدربين كيشتكيو عندنا لاعبين كيشتكيو حنا باقي مول شوف مول حنا في طور الاشتغال ما يجيش شي واحد حنا ويحط لنا هذا ويقول لنا صافي راكم لا لا منير لا مازال طرق طويل عندنا شوف منير عندنا باش تشكرنا وعندنا الاغلاط ديالنا عندنا عندنا النقائص ديالنا عندنا بزاف عندنا مازال خصنا نزيدو خشاو نستمع لواحد جزء ثاني الهضره على المدربين حديث على المدربين الجامعه في قاعده تعمل الجامعه في قاعده تعمل في القوانين تعرف المغرب في القوانين نتاعها مدرب عنده الحق يدرب مره واحده وتضمنوا الحق نتاعو كي طردوه ما عادش يعاود يعمل بريمير ديفيزيون لازم ياخذ الجامعة هذا من القوانين اللي تسنهم شكون الجامعه باش تنظم اللعبه واللاعب يشكي بالفريق نتاعو الجامعه هي تكفل بالخلاص معناها تنظيم كامل احنا بعدنا على كره القدم كومبليتمون يعني هذه بانت للناس على انها تنظيم ولكن الداخل عندنا حنا هي راه مازالش تنظيم انا من الناس اللي نوط على قيامه ولكن راه مطبقه في طرف واحد ما سكتناش عليها ولكن راه القضيه هاد القضيه ديال المدرب ما يشتغل شوي ولكن دي مومون اللي كيطلع كيمشي اللي كيدير لك مشرف عام باقي المشكل لا ودي مومون ان الفريق كيبدل باقي كيبدل خمسه في العام باقي ديما ديما دابا شوف الفرقه ديما باقي مستافده ماشي الفرقه المسيرين والرئيس النقطة الأخرى اللي قال لك بأن اللاعب اللي عنده نزاع مع الفريق أن الجماعة اللي كتخلص النزاع لا مشكل كبير دام تروح مشكل كبير كيخرج ديك الساعة النزاع كي مسكين اللي كيبقى يتسنى أربع سنين خمس سنين ست سنين هضرنا على مسكين المرحوم ديال أبرون أبرهون أبرهون هضرنا عليه مسكين راك شتي توصلت واحد القتال أنه في فراش الموت عاد بنادم دا كيفكر على أنه يعطيه ذاك الرزيق ديال أتونسيون مونير أش كتعاني باقي جزء ثالث في التصريح ديال فريد شوشان الفرق فاش سولوه على تكتيكيا بين اللاعب المغربي الممارسه المستوى فكان الجواب ديال فريد شوشان ونرجع لك سؤالك هو من ناحيه احنا التكتيك مو قوي احنا التكتيك مو نعرفوا نافوا فكيت لي السؤال لانه قلت لك هذا من ناحيه الانفراستركتير بعدوا علينا تو حب نساله من الناحيه الفنيه معناها كيفاش أيوة. الملاعب المغربي فنيين الملاعب المغربي فنيين خولي قد تكنيك مو اقوى من لاعب التونس احنا شنو فوتوهم وشنو الزياده اللي نضيفوها مثلا المغرب احنا التكتيك مو احنا نضيفها التكتيكي ونخدموا برشا على العامل البدني وساعات الكره الثابته هذوما نعملوا بهم الفرق حتى في المباريات ما بين احنا وبينهم رغم انه هما الامكانيات هما من الناحيه الفنيه كي تتفرج في البطوله المغربيه جمعه وسبت وحد تتفرج في فرجه مش الفرجه اللي نتفرجوا فيها احنا في البطوله تاعنا احنا في البطوله تاعنا الناس كل خايفه الناس كل تكتيك مو الناس كل بلوك الناس كل تكر الله ماذا بينا تعادل ما نخسروش وكاو تمشي المغرب تلقى النتائج 3-4 4-3 2 بواحد تم فرجه في الملاعب نتاعهم والامكانيات الفنيه وديما التوندونس اوفونسيف احنا اول ما فكر فيه في البطوله نتاعنا التونسيه الفريق الكل هو عدم قبول الهدف العكس المغرب هما يلعبوا الكره انا تدربت كنت ثلاثه تجارب الوداد البيضاوي 2010 كنت مدرب مع سانتوس خليناه في مرتبه الاولى من بعد ايت ملول في اكادير لعبنا على الصعود من بعد يوسفيد برشيد هذيك 30 كيلومتر للكازا معناها كيف اللاعب فنيا اللاعب غادي عاطينهم الحريه فنيا احنا من عمره 10 سنين و12 سنه واحنا نقولوا له بلوك ما نخليش ما نعطيش للاعبين باش يبدعوا كي جاتك هذه المقارنه هذه لا ما كاينش مقارنه هذه كاينش مقارنه حنا كنعيشوا ماتشات بهاد الظروف كنعيشوا ماتشات لا بدا نبدا معاك النقطه الاولى ديال تقنيا ديال هو كيهضر على قضيه الدري المغربي اللاعب المغربي كيقول لك هو تقنيا هذا حنا تكتيك مو حنا عندنا دي زيكيب عندنا وي دي جوار لهذا ولكن حاليا عندنا دي جوار اللي كيمشيو تكتيك مو وتيكونوا مزيانين يكفي نقول لك انا اسفي راه تكتيك مو باش ربحات الترجي اللي وصلت مع اتونسيون كاين بعض الحويجات اللي شويه ما عرفت
الفرجه 0-0 عشناهم هنا كنهضروا هنايا. هاد القديده اللي كيقول لك هو كتقدر في تونس الفرقه تكون رابحه بواحد وترجع حتى حنا عندنا هنا كاينه. انا جاني بحال اللي كيهضر هو من الالمان، انا كتهضر معايا ما عطيتيني حتى شي فرق. دابا انا دوزتي لي واحد السيد تيهضر علينا بحال اللي ما فهمتش انا شي مازال تتصلي بشي الماني ولا شي واحد في الانجليز ولا شي حاجه نقول لك ما تونس والجزائر كنقولها دائما شمال افريقيا ما كاينش اموني كاين تشابه ما كاين حتى شي حاجه. ما هضرش على شي حاجه ديال انا اشوف حاجه واحده اللي نقول ليه وي ونرشحوا فيها الانفراستركتور هادشي والفار والمسائل باقي الحمد لله. اما شي حاجه اخرى بونير من ناحيه لو نيفو ديال لو جو ومن ناحيه هذا الحمد لله. حنا ديرنييرمون الوداد ربحات سميتها الساحل هنايا كانت خصها ربحها راه ربحاتها يعني ترجي لا ميم شوز ملي كتجي معنا كيكون ديما ماتش قوي كنقدروا نماركيو عليها لهي وتقدر هي تماركي علينا هنا. هادو هما الماتشات اللي كيتلعبوا الا استثنينا مساكن هذوك الجزائر اللي غائبين دابا منذ مده. تنظن دابا التنافس بقى ما بيننا وما بين الاهلي وتنا وما بين مصر وما بين تونس. ولكن ما تعرفش انت رجعوا ثاني عرفت شوف منير غير هو الجزائر عندهم دوز ايكيب فريد مشوش. انا كنظن بانه داكشي اللي قال كله يمكن تكلم بواحد ما عرفت كيفاش ما راه داكشي اللي عاشوا هنا راه كيعيشوا في تونس. حتى هو راه عاش مباريات من يلعب مع برشيد واش هو مع برشيد غادي يربح بثلاثه وبربعه راه حتى هو كيلعب مع فراقي كيقدروا يماركيو عليه ويتعذب كيقدر هو يماركي بيت واحد ويدافع عليه سي كومسا. ولكن تشابه ما كاينش شي فرق كبير. سي يونس واش دابا اللي باغي يرجع يخدم زعما وقال هذا الشيء كيصبغ فاش كيصبغ فهمتش اش من نيفو عندنا لعابه طايحين اكثر من نايضين سير عطار. يوسف الرجاء تعذبت من المونستيري والجزائر موجودين العام موجودين عندهم دوز ايكيب في تشامبيونز ليغ هما راه كاليفه وجوج حنا كاليفين غير وحده. ياسين سمح لي اخويا كارلوس مني تكره تونس كيتخلصوا اكثر منا. لا الفلوس كاينه كتخلص مش حال هذه يا منير مش حال هذه. ابراهيم قال لك عندنا غير الشفاويس فخر الدين. وقول لي ما عندك ما دير اخويا سي محمد كيجي ليكري وان شاء الله يسخر الله. المهم دابا الشفاوي خصو يكون فيه مزيان لان ملي غادي يجي ليكري عاوتاني راك عارف خصنا نجيبو نقطه مزيانه دابا نجيبوها في الشفاوي واحد 19 على 20 ندوز الكتابي ندوز الكتابي الكتابي مو سي سميتو سي ابراهيم سي ابراهيم الله يرضي عليك الكتابي راه صعيب شويه. محمد لوريدي سي فخر الدين راه ايجابي في الكره المغربيه اكثر من السلبي الحمد لله. اها ولكن راه داك السلبي اللي كاين غير هو انا عقبت على شي حويجات دابا قالهم السي فريد لان كاين تشابه ما كاينش شي لا غير للامانه راه ماشي غير ماشي غير فريد شوشان اللي قالت راه كتسمع بزاف ديال عرفت الناس واخدين على ديك النظره ديال البنيه التحتيه وديال كن شوف كيشوفوا هما الفيترينه كتبان عندنا ما عندي ما نسالكموني ديما خصك تشوف شي حاجه اللي ولكن راه داخليا كيتسنى حنا عمل وحنا ما خصناش نبازيو على شي حاجه لا لا ما يمكنش انا غير كنشوفوا الناس كيفاش كيشوفوا فينا. يوسف السلام عليكم ورحمه الله تحياتي لك اخي مول الجناح الطائر فخر الدين سؤال فخر الدين بارك الله فيك. هل بعض الاعلاميين سمحهم الله هم السبب في تراجع الاعلاميين سولني عليهم انا كل واحد في تراجع مستوى كره القدم المغربيه بتصريحاتهم التي وبعد الاعلاميين ما كيصرحوش الاعلاميين هما اللي كيقلبوا على التصريحات فوالا التي تزين بمكيالين من اجل ارضاء بعض المسؤولين. هذا اتهام سي يوسف بعد الاعلامي ما كيصرحش الاعلامي هو اللي كيقلب على التصريح كياخذ مسكين قلب على التصريح والاعلامي انا مثلا ملي غناخذ الى فخر الدين كان مدرب وديت ليه الميكرو صرح راه ماشي انا اللي قلت لي قول ملي كيسالي الماتش انت اللي كتعطينا الراي ديالك باش كيسالي الماتش مسؤوليتي انت اللي كتحمل مسؤوليتك. المهم حنا راه خدامين الدراري غاديين وكي سميتو تحياتي السي فخر الدين رجل بكم الصراحه حسن شكرا لك السي حسن. يوسف شرف يا وداش من فنيات راهما فايتيننا بزاف في الالقاب والثقافه الكرويه فيها نقاش السي يوسف هادي شرفي. رشيد الريفي المغرب من احسن من حسن لا احسن رغم ان هناك بعض الجيف التي تطفو على السطح من بين الفينه والاخرى وكاين اللي تطفو على السطح وكاين شي وحده باقه غارقه تحت والله لا طلعت. سي رشيد زير اعتقد ان بعض اللاعبين يبحثون عن الوصول الى المنتخب كي ترتفع قيمتهم الماديه في سوق الانتقالات اغلبيه هؤلاء اللاعبين تنقصهم كتوقع هذه كتوقع كيطلب منك المانجر على انك على الاقل يكون عندك واحد 10 الماتشات ولا هذا باش عنده الحق عنده الحق. سي عبد الله والبوش قال لك ومنا بعيده على خنيفره 45 كيلومتر ما فيهاش تيران
شكون اشنا هي؟ ما عرفتش. و او و ومنا ولا ومنا شي مدينه شي مدينه والله ما عرفتش شي مدينه لك بعيده على خونا فرا 45 كيلومتر ما فيهاش تيران. تحياتي لكم واخا السياسي غير سمح لي زيد بن سادات راه ماندوزا هو اللي مطيح الدلع المدربين الصاعدين. علاش السي زيد ماندوزا رئيس وداديه المدربين؟ صحيح الوداديه خصها تتحرك باش تفعل باش تفعل باش تفعل الاهداف ديال هاد الوداديه كما هي، ولكن ما غاديش نسبوا الناس ولا نعيروا الناس. الله يرحم لكم الوالدين، اعطيني لعاب واحد تكنيكمون فور. هذا امين متوكل. كيفاش تكنيكمون فور في لي جوار اللي كيلعبوا دابا حاليا في المغرب؟ وكاين لا تكنيك بالعكس كاينه، ولكن خصك تسقلها. لا لا تكنيك تتوظف انت كمدرب، انت اللي كتوظف هذاك اللاعب. اذا كان تكنيك مو مزيان اشنو هو اللي خصو يتزادوا؟ انا جو سوي ان بون تكنيسيان، كندريب لي مزيان كندير، ولكن ما كنكملش اذا راني ناقص خاص لي يكمل. انا كنمشي في لا دروات كما كيقولوا بعض كيقول هو مشى، ولكن ما كنكملش ما كنديرش سونتراج ما كنمررش ما كنديرش. اذا هذه عوامل، شكون اللي خصو يخدم هادشي؟ المدرب في الحصص التدريبيه ديالو هو اللي كيكمل هذاك الدري. دابا انت واحد القضيه، واش هذا المدرب حنا كنخلصوه صافي؟ خصو يخدم، راه خصو يخدم اموني. تحية لكم مشاهدينا، تحية للتعليقات ديالكم، شكرا لكم. تحية لك سي اسماعيل بارك الله فيك. سي خالد تا هو نقرا التعليق ديال سي خالد ما كاين مشكل، قال لك اخي العزيز صافا لاباس عليك، سلم لي على فريخ قول لي راك عزيز وربي شاهد. الله يكثر خيرك سي اسماعيل. الصراحة ديالك هي اللي ما خلاتكش تخدم في المنصب، تاخذ منصب في الكرة. لا بالعكس خديت مناصب الحمد لله، والله العظيم انا فرحان، اللهم لك الحمد. انا اذا كان عار الى شي حاجه تجيني على قبل شخصيتي يا منير ما عمري ما نقبلها. كاين واحد التبرقيقه هنا واعره، قال لك السي ابو ابو را ابو رزا ابو رزا ابو رزا ابارات السميه والله ما عرفت. المهم تحياتي لك السي ابو، قال لك واش بصح فخر الدين غادي يجي للطاس؟ حيت الرئيس ديالها قالها للناس. اش قال لهم؟ المهم فخر الدين غادي يجي للطاس. يمكن يجي عنده الفارماسي، قلت لي هو فارماسي. فارماسي ويقدر يجي ناخذ شي دواء. يمكن ما اتصل ما اتصل انا ما كندير دعايه منير فين سمع مسكين هو؟ هو قال مشرف عام ولا ما عرفتش كاتب عام؟ المهم هو عطانا الخبيره احنا فيها عام شي حاجه فيها شي حاجه عام مدير عام في الحمام عام لا عام عام يدير لي عام. ناخذ سي رشيد من اسفيا والمتصل في حلقه اليوم، مرحبا بك سي رشيد. اهلا وسهلا. السلام عليكم. الله يحفظك سي رشيد، مرحبا. اخويا بغيت نسول فخر الدين، كاين ايكيب ايديال مرحبا. ها؟ كاين واحد ليكيب ايديال في المغرب ما عمر شي واحد انتبه لها، بان هي راهي كتولد في البيبينار ديالها، كتولد واللعابه عاطيهم في البطوله الوطنيه دابا. اها فين فين هي هادي؟ هادي كاينه اسفي. اها اييه اولمبيك اسفي، حتى واحد ما عمرو ذكرها وحتى واحد ما عمرو شكرها، حتى هو كلشي ناكر سميتو. يا خويا انت يمكن ما كتسمعناش السي رشيد. السي رشيد قلنا من الفراق اللي معتمدين على ولادهم في هذا العام والعام اللي فاز هي اولمبيك اسفي. لا شوف دابا هذا العام كتلعب نسبة 80% حتى ل 85 بوليدات المدرسة. اها وخير دليل على ذلك هو المدرب المقتدر اللي هو امير الكرمة اللي صار على هذوك الوليدات في البيبينار حتى رباهم وكبرهم وطلعهم للفريق الاول. وكاين عاوتاني تقريبا عندنا واحد 9 لعابه كيلعبوا في فرق رسميين من بيناتهم السمومي. سي رشيد. نعم سيدي. انا غادي باش ما نخليكش تعذب. نعم اسي مخليك. هاد اسفي راه حنا ديما كان اولمبيك اسفي ماشي عاد اليوم نتكلموا عليها، منين وقع لها ذاك المشكل الحمد لله دائما كنهضروا عليها وكنهضروا على النتائج ديالها وهذا. انا غادي نقول لكم واحد القضيه. نعم. اذا انت عندك لا بيبينيير وعندك هادشي كله اش خاصك؟ نعم. نعم اش خاص اسفي؟ واشو لا تسلطي تسلطي الله يرضي عليك، غتجاوبني بالكره. خاصها يد امينه. لا خليني ودابا تقول لي خاصها يد امينه. المهم معايا انا بعدا اش خاص هاد اولمبيك اسفي دير الا عندها تتوفر على هادشي كل هاد اللعابه هذا؟ خاص اسفي في المستقبل ولا كيفاش خاص تكون كتفكر اسفي؟ اشنو هو اشنو اللي ناقصك انت ابلاتي؟ اشنو اللي ناقصك انت السي رشيد في اسفي؟ خاصنا ندير زوبجيكتيف. عندنا دابا عليك شوف ما عندي شوف دابا منين قلتي لي بحال هكا الله يعطيك الصحه، الا ما كتلعبش اخويا على اللقب ديال البطوله أه؟ وما كتلعبش على اللقب ديال كاس العرش وما كتكونش عندك شوف
وما كديرش ليا دوزيام باش تلعب في لاكاف وما كديرش هذا. شوف نعم سي امين شوف كنتمنى السي امين السي امين الكرمه يكمل دابا كيتصنت هذا البرنامج هذا. شوف انا اكس جوار في اولمبيك اس لعبت 89 مرحبا بك اللي داني الاولمبيك اس في السي فخر الدين هو المرحوم عبد الرزاق الورقه هو اللي داني الاولمبيك اس العالم اللي قلت لك دابا ياك وراني عندي لا ليسونس ديالي وكا دابا الحمد لله هذا العام راه عندنا وليدات الفرقه عندنا 85% حنا واخا خسرنا خمسه المقابلات العام الجاي ان شاء الله خصنا نلعبوا على اوبجيكتيف. دابا غنرجع معك السي رشيد لواحد القضيه اللي قلتها وانا متفق معك. دابا خاص لوبجيكتيف اش بغيتو دابا انت كتقول لهاد المسؤولين دابا هاد المسؤولين الحمد لله لقيتوا لينا واحد لقيتوا لينا واحد 85% وليدات اللعابه غيغيروا على الفريق وغيعرقوا المايو غادي يفلزقوا المايو. دابا خاصكم تكعبوا معنا على اوبجيكتيف اللي هو العام الجاي ان شاء الله. انت بغيتي دابا المسؤول ذكرتي دابا الترجي مع سميتو ذكرتي الترجي مع اسي انا كنت كنتصنت البرنامج ديالك كنشكرك ياك هذيك المقابله يعني يكون رضينا غير ذاك الجمهور اللي كان متعطش للنتائج ضد السعوديه في كاس العرب في كاس العرب راك شفتو تبارك الله داك الشيء وهذا الجمهور وانا راه حضرت لهذيك المباراه تما راك عقلتي راه كنا مشينا درنا تغطيه تمايا وتراني حداك السي فخر الدين راني كنت انا اقرب الناس ليك. وصافي خلي داك الشيء بين قوسين انا كنت اقرب الناس ليك وراني اكس جوار في اولمبيك اس تي لعبت 89 السي فخر الدين. مرحبا بك. غير ضرباتنا النفس على هذه المدينه وكتضربنا عليها. احنا دابا نصفق بحراره ونشد بيد الاخ كرمه اللي هو عطانا دابا من البيبينار فريق ايديال. احنا بغينا الناس عندكم انا حضرت تما عندكم دراري عندكم ديزونكادرور زوينين تبارك الله دراري زوينين كلهم شوف نصفق بحراره على هاد الناس يسمع الخاص والعام نصفق بحراره على هاد الناس. علاش؟ لانهم هاد العام عطاونا ولدات البيبينير وراهم واخا يخسروا لنا خمسه دابا دابا شوف دابا سي رشيد سي رشيد سي رشيد الله يرضي عليك هاد نصفق بحراره كلشي انا معاك ولكن دابا قول لي دابا انتم بغيتوا هاد العام تكملوا باللي عطا الله ياك. لا بالعكس راه حنا بالنسبه للمراتب الاولى ما نكملوش باللي عطا الله هذا العام مني عولنا على وليدات المدرسه. دابا بغيتي دابا انت بغيتي شي حاجه باغي شي حاجه بغينا اوبجيكتيف بغينا اوبجيكتيف. سمعتيني؟ نعم هذا ميساج الله يجازيك بخير اذا كانوا الناس الغايورين على اسفي والناس المسؤولين كيسمعوا لهذا البرنامج ديالكم المحترم بغينا نلعبوا على اوبجيكتيف. صافي صافي انا راه البرنامج راه فيه واحد السيد وفي ديالنا سميتو سي عادل من اسف كثار منك سواتي غير على هاد الفرقه مسكين وداك الشيء ديما كيصيفط لنا دي ميساج. الله يحفظك رشيد شكرا لك تحياتي لك رشيد من انا راه هضرت معاه راه فهمني ما عندك ما تسال غير هو ديك 85% يمكن مبالغ فيها 85% لان باقي غير هو اللي بغى يدافع على شي فرقه الفرقه كتدافع على راسها شي الا بغينا نجيو هنا ونجبدوا شي فرقه الوقيته اللي كتكون مشاركه لك في كاس افريقيا ولاعبه على شي حاجه راه بزمنك امون اللي كتجبدها ولكن فرقه لعبة على لا 8 بلاس لا 9 بلاس راه ما عندك ما كتجبد فيها كتجبدها ملي كتكون لعبه شي ماتش ديال الشامبيون وصافي هادشي اللي كاين. رحله الوداد الى جنوب افريقيا وكان القرار ديال فريق الوداد انه يلعب بالمباراه ديال كايزر شيف بحال قلتي بعناصر صف ثاني واراحه اللاعبين انا بعدا واحد القضيه منير هذيك الفرقه اللي غاديه راه لعبه ديال الوداد لا عرفت راه مسنين منير انا جايك علاش قلت لك انا هاد الهضره راه مسنين منير راه حتى ما عندهم عقود متفقين وكيتسناو المكانه ديالهم. انا احسن حاجه دار البنزرتي احسن حاجه وهي انا كمدرب حتى انا نقدر نديرها اللي هو كيفكر غادي يدير هاد القضيه هادي انا مكاليفيا منير اييه علاش انا غادي نمشي وندي دوك اللعابه ونضرب تماره وغير هذاك الماتش غادي نوصل ليه في الصباح هذا بلا قلعت مع الثمانيه نوصل مع التسعود يا با بروبليم نقول لهم يلاه تلعبوا هذا الماتش واخا تلعبوا عامي طون ونخرجكم هذا راه ماتش اوفيسيال ولكن ما داخلينش فيه حنايا الواكي اللي كاليفي دارها زوينه غادي يعطيهم لبن شريفه اييه غادي تعاون حتى بن شريفه هاك سير تخدم وهاد الدراري اللي غاديين ما يبقاوش يقولوا لك الناس حنا غاديين فريق لا لعبه ديال الوداد لعبه ديال الوداد مشريين منير راه واحد العدد فيهم كبير كيتسنى المكانه ديالو يدخل دابا هو البنزرتي صيفتكم خصكم ديروا ان بون ماتش هادشي اللي قلتي على راسي صافي وعيني ولكن واش ما كتشوفش بانه حاجه اللي ما غيمكن ترجع بالنفع الا على الوداد ماشي دابا مستقبلا وما كتشوفش بانها حاجه ممكن دير صداع وثاني البنزرتي لانه يقدر يلقى ان القاعده ديالو توسعات باللعابه اللي غادي يلعبوا. انا شوفها منير انا كمدرب يقدر اللعابه ما كانش مدخلهم هو كاع عنده غيبانوا لي مزيانين غادي نمشي تما هو غادي يتفرج الماتش غادي يدوز
يجلس على خاطره ويتمعن ترانكيلمون ويشوف كل واحد على حده. وديك الساعه عنده الخيار، حيت هذه المباراه هذه يا منير انا كنظن النتيجه فيها كيف ما بغات تكون، يا هزيمه يا انتصار يا تعادل، اللي غيستافد شكون هو المستفيد الاكبر؟ اللاعب اللي غيلعبوا، هو اللاعب اللي غيلعبوا هذا الماتش. اوليو باش نمشي نديها نلعب ماتش اميكال مع فرقه ما 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 كاينش هناك، يعني كي كنقولوا حنا ضغط ما كاين حتى شي حاجه، لعب كومبيتيسيون، غادي نلعب كومبيتيسيون اوفيسيال. لا دوزيام دي شوز اللي غادي اللي غادي تفرض على راس هذاك اللاعب خصو يزكي بانه راه حنا ديتينا احنا شكون حنا. المشكل اللي غيكون هو انت ملي غتمشي تلعب وتبان ضعيف، المشكل عند اللاعب، عند اللاعب اللي غيكون تما هو اللي مسؤول على راسو، غايقول لك انا هذا المدرب هذا الا ما كيلعبنيش كاين جماهير تطالب بواحد عدد كبير من اللاعبين، منهم سكوما، منهم الشراشم، حتى هو كيقول لك زعما واحد العزل هادو شريتيهم وهذا، اذا خاصهم يلعبوا. غير هو انت غادي نقول لك انا الوداد مشات بعناصر الوقيته اللي غيديو الامال ماشي لي سينيور، هادو مقيومين ديولك، هادو ديال المدرسه ديال هادو الامال، ما مقيومين عليك حتى شي حاجه. اما دابا هادو لاعبين ديال الوداد ديال ليكيب بريمير، ديال ليكيب بريمير، هادو كيتمرنوا وكيتدربوا مع فريق الوداد، وعندهم واحد العدد كبير من العناصر اللي جمهور الوداد اشاك فوا كيطالب بهم فيما كتكون شي تشكيله، تيطالب البنزرتي لماذا هذا لا ولماذا ولماذا. السي فؤاد حمومي انا خويا والسي منير وراني مرت بكم، قرات تعليق ديالي ما معايا، احبكم في الله، الله يكثر خيرك معك. شو مالك وهذاك المعلم فخر الدين اجي عندي مرحبا بكم في دوار فرسيو، قال لك الجلبانه والفول واللبن والفخر، تحياتي لكم، الله يحفظك السي فؤاد. انا مشيتو عند منير ترجع فوقيه ما نرجعش الا مشيت. ميلود بن سليمان، سي ميلود مرحبا. وخويا منير السلام عليكم. وعليكم السلام سي ميلود. احتراماتي خويا واحتراماتي لهذاك السيد اللي هداك الله يعمر ظهره خويا، واش لكم مبروكه. علينا وعليك الله يحفظك. السي فخر الدين اخويا راه قلت لك هذاك النهار، قلت لك راه كون كان عندنا جوج مغرب بهذيك الصراحه ديال السي فخر الدين كون حنا معفيين وصل في كره القدم. وانت بركه واحد راه واحد وهلك نصحتي انا. الله اخويا الله يعطيه صحيحته ونتمنى وليدي بس. الله يبارك السي ميلود بارك الله فيك. الله يرحم الرحمه اخويا، وكنشكركم على البرنامج بعدا فاش كنا نخو قلوبنا شويه. وكان السي ميلود تفضل السي ميلود. راه عرفتي يومين وانا نصوري والو لا لا دوزنا هاد الشهور كلها انت هو المعلم، انت راه بحال خدام في اتصال كتشد اكثر من الله يهديك السي ميلود تخدم علينا، انت راه بحال دوز لك شي خيط. اقول لي راه ما عمرك بقى تقول لي راه حنا داك الشيء اللي كنقدروا عليه تنقولوه. والله سيدي الله بر... لا حيت كنشوف انا شحال من وحدين ما كيقولوش حتى شوف شوف انا هو المشكل شغلو شوف اما انت براسو على اي حاجه كتقولها وكترجع لواحد ديك السي ميلود كترجع للارشيف وكترجع لك السي ميلود راه تيقولها دائما منير اللي بغى يقول شي حاجه هذا انا شخصيتي وكرامتي دايره بحال هكا. انا الله يعطيك الخير وشخصيتك راه اللي كاينه كاينه. دخل في الموضوع السي ميلود خويا، الموضوع المنتخب الوطني أيه. انا كاينين شي ناس سبحان الله، حنا في المغرب حنا كنبغيو المنتخب وعزيز على المنتخب، وحنا في واحد الوقت قريب كان كيبغي المنتخب يلعب، كاينين شي واحدين اللي كنسمع انا اصلا بعدا كيقول لك ومال هذوك المنتخب الاولين اشنو داروا. الناس راه كما قال فخر الدين، الناس راه تمحلت وتكرفتت وتعذبت. كانت 88 كنا خاصنا نديوه وفي 86 كنا خاصنا نديوه، فهمتي عادي هذوك ديالنا داو فابور فاش مشينا لينا. واش كتشوف دابا المنتخب الوطني اللي ولا كلشي موفر ليه صاحبي؟ كلشي ولا موفر ليه، وكتشوف والناس راه لعبوا في التراب صاحبي، تراب تراب. الشيان دابا شتي تبغي ديرها مين يفوت؟ مين يفوت كتبغي ديرها مع الاصدقاء في الدرب ولا شي حاجه، كتبغي تلعب مزيان وكتبغي تبين كتلعب، خاصك حتى تلعب مزيان وتكون راضي على نفسك راك لعبتي مزيان. وعلى ذاك النهار في موريتانيا صاحبي وكتشوف لاعب ما كيدير حتى باس صحيح وما كيدير حتى كونترول دو بال مزيان، وكتلقى ذاك مشتت صاحبي ما بين لا ديفونس وميليو تيران ديفونسيف وميليو تيران اوفونسيف كلشي مشتت لي زاتاك وكل فهمتي. وهذاك هو حتى مولي الحداد يبقى كيجري تنسالو خرج بغا يخرج، وكان غيقول يا اخويا انا راه نخرج، وما والله ما خرجوا كاين شي حوايج تشوفهم. على اي دازت المباراه موريتانيا اليوم كاينه مباراه ديال بوروندي، نتمنوا نشوفوا فيها شي حاجه احسن من هذاك الشيء اللي دازوا. مباراه فاصله هذه ديال اللي نتمنى من واحد اليوم اخويا منير الا لعب لنا لعابه اللي ما عارفهمش هو فهمتي، هذا ماتش شكلي كيبقى ما كنقولوا على
يلعب لعبه ما كان عارفهم ما فيش حاجه ويبين بلاتي ما كنعرفو هادو حنا كنعرفو بعدا هادو اللي كيلعبو كنعرفو ونعرفو بعدا خلي الجمهور غادي يعرف هادو اللي كيلعبو عاد نديرو اللي ما كنعرفوش فخرتين نعم سي ميلود دابا هاد الناس اللي كيقول لك شتي دابا الدراري ديال الجينيراسيون الجديده هذه اللي كاينه دابا اي واحد فيهم تقول عطيني التشكيله ديال 86 نعطيها لك وغتقول شي واحد عطيني التشكيله ديال دابا ما غاديش والله اللي عطاها لك بصح يلا هذه طويله هذه التشكيله ديال اللي كاينه دابا وكاين عندي واحد التشكيله طويله عندي واحد واحد سميلود واحد خويا شكرا اخويا اش عندك اش عندك انت دابا ديك المدربين ديال الاقسام الهوات اييه كيعطيو الصوير لك كيبدا الموسم كيختار مع فرقه جماشه ثلاثه ولا شي حاجه وكيحيدوه خاصو يلعب قسم ثاني هوات هذاك هو الموضوع ديالنا ديال غدا ان شاء الله سميلود بزاف والله العظيم نتمنى نتكلم على الحلقه ايوا انت شارك معنا ان شاء الله شكرا سميلود تحياتي ليك اخويا قال لك سيدي ادم العروسي هناك حمله ممنهجه ضد اللاعبين القدامى من طرف بعض اشباه الصحفيين المحللين شو ما سي ادم فين هي الحمله الممنهجه فين لمن ضد من ضد اللاعبين القدامى لا معكس حتى واحد كاين بعض كاين شي واحد كيجبغي يجبد بلاكس احترام دائما غادي يكون واحد القضيه منير وما نخلطوش ما بين بحال دابا الا ناض واحد ولا جوج وبغاو يتكلموا ما ناخذوش راي كل شيء اما تبارك الله الدراري كلهم محترم شكون فينا ما كانش كيقدر يشوف دور ميديز الله يرحمه ما عندوش تيمومي فراس كاع الدراري تبارك الله كاين احترام بالعكس منير بالعكس لا عذر هذه المره المنتخب المغربي سئمنا من اعذار المناخ والارضيه والرطوبه كاس افريقيا بالفعل ما عندناش اعراض اعذار في هذا الشيء يونس اخويا حشومه عليك الله يحفظك قرا التاريخ فوزنا بلقب كان على شكل تورنوا في 76 من 8 المنتخب وسير تأهل لي هذيك الساعة سير تأهل لي شوما نغضبوا عليك ومالك سيموني كتقرا غير اللي جا على ذوقك هذا السبع عبد الرحمن والله اللي جا على عيني ماشي على ذوقي اللي قدامي هو اللي كنقرا ها هو قريت الميساج دليل انني شفتو منير نتحداك تذكر حجي بلا ما تلفت بجنابك ها هو حجي انا كنتلفت جنابي اخويا فينا وياك ما كاين حجي مال حجي بوعو مصطفى حجي لا عندك جيب هذاك حجي ديال رومانيا جورج حاجي هذاك سولت عليه نور الدين زياتي لاعب ولده سولت عليه نور الدين زياتي مبارك ولده كيما ليكيب ناسيونال نور الدين زياتي فاش كان في رومانيا في رومانيا قلت لي انت كانت وقعت لك واحد الواقع كنتلاقى معاه وقال لي وريني الله يرحم باك رجليك لان كان معروف هو كيلعب بلا تقاشر كيلبس الصباط ديريكت دارينا قال لك فاش جبد لي الرجل عنده هو صبعان ودايرين بحال ايوا مولف عتي رومانيا تا هما ديك البوشيه كيلبس الصباط بلا تقاشر تبارك الله على سلامتك الله يحفظك السي شكرا وسيمون اللي كتقرا اللي بغيتي محمد بوجمال والله الا اللي جا على عينيك هو اللي كان صابر رضوان وراه لا يكلف الله نفسا الا وسعها قال لك كيحلل بحياديه بغض النظر على انه ودادي الهضره على فخر الدين الحمد لله بن شريفه غادي يكون من احسن المدربين في المغرب الشخصيه ديالو الخبره اللي غادي ياخذها من البنزرتي اسامه هبان بغض النظر على العمل ديالو مع البنزرتي هو كشخصيه هو هذه هي الفرصه ديالو الا بغى امونير الله يرضى عليكم الله يرضى عليكم الله يرضى عليكم ونقولها ونعاودها الله يرضى عليكم شريفه كيدوز واحد المرحله هضرت لكم ذاك النهار انا جوا هادي هي كرة قدم كتبدا في فئة الصغرى اييه بالزمن لك دوز فئة الصغرى إلا بغيتي تتعلم مزيان تبدا بالفئة الصغرى ثم كتنتقل لمرحلة مرحلة أخرى وهذه أنت الخيار ديالك كتمشي ليكيب أ فهمتيني يا منير كتمشي تشتغل أدجوان اليوم أنا مع بنزرتي غدا مع شي ألماني بعد غدا ملي كندير 3 سنين ولا 4 سنين وصافي كنمشي ندير ناخذ التجربة ديالي أنا ديك الساعة كنهز باليستي وتنقدر نخرج نخدم نشتغل تقدر تجيك واحد المناسبه اخرى اللي جاتنا حنا كاملين انا كنهضر بحال تجربه تجربتي الحمد لله واحد وقيته المدرب ما تيكونش هذاك لاجوان هو اللي كيقوم وي وتيبقى مع الفرقه وخصو يعاون الفرقه ديالو لان ابن الدار علاش حنا كنسميوه ابن الدار سي كوم سا ولكن ما كتكونش هذه حتى هي الفرصه ديالو باش يبين حتى هو داك الشيء اللي كيعرف يدير ملي كتدخل وكتشد الفرقه وكتمشي معاه وكدير دي بون ريزولتا كتمشي كتبقى غادي من بعد كيولي عندك واحد الاختيار اشنا هو واش نبقى ولا نمشي واش غنمشي نخرج نشتغل ولما كتمشي تشتغل الوصايا اللي كنعطيها لكاع المدربين خليو عليكم القسم الوطني الاول ما تزربوش عليه دغيا هبط لتحت الله يرضي عليك هبط لتحت وجي طالع هبط واشتغل لان ما بقاش الفرق الا لقيت في القسم الوطني الثاني مزيان باش كناخذ هذا هو اللي خلي دير لا سمحتي لي باقي اقل من دقيقتين وخا الموضوع شويه كبير وانما التعليق ما غاديش استقاله جمال السلامي الله يحسن الاحوال الله يحسن الاحوال انا نقولها ونعاودها منير ما تنظنش شي واحد
واخا يكون عندك الكاركتير معرض ديال الحديد ما تقدرش اموني. راه قلت لك ذاك النهار درب الوداد والرجاء صعيب الحال بزاف على اي مدرب. الاجنبي عنده شويه ديال الصعيب على المغربي هاي تصلتي الاجنبي منير شويه تيقبل حيت ما كيسمعش بزاف ديال وماشي ولد المحيط انت كتعيش تتعيش جمال. ما تنظنش منير غادي يقدر يزيد اكثر من هذا الشيء ديجا اللي وقع. الا بغى هو وعائلته يرتاح راه هذا واخا انا كنشين المكتب غادي نطلبك ونقول لك الله كمل معانا ونطوندو نقلبوا على مدرب ونديروا، ولكن الظروف ما بقاش كتسمح لك. انا قلت لك ذاك النهار راه واخا المكتب قلت لي راه داروا اجتماع وخلاو على ابقاء، ولكن راه واش الجو باقي واش الجو ديال الشتيغال باقي واش الجمهور الرجاوي باغي مازال يشوف جمال السلامي على راس الاداره التقنيه. وهذه كلها عوامل اللي كتخليك. انا كنقول لك اه منير الاشتغال مع الوداد والرجاء شي حاجه اللي هي صعيبه وصعيبه بزاف، خاصك تحمل واحد العبء وواحد القضيه اخرى منير. راه الا ما عندكش نتائج ما تعيش راسك. هادو جوج ديال الفراقي ما كيتمشاو لا بالاداب ولا بتا حاجه، كيتمشاو بجوج الحوايج. كتدخل النتائج، كانت عندك النتائج مرحبا بك، بدون نتائج ما عندك ما تكمل معانا. هادشي اللي كاين. خالد الشريبي قال لك حتى السلامي بارك عليه وصل النهايه لن يضيف شيئا اخر، لا يوفقه في فريق اخر. هاد لن يضيف كنبقاو نعطيو حكم قيمه على المدربين ولكن المدرب راه هو اللي كيكون داخل، هو اللي عارف، لان شحال من واحد كيوصل كتوصل علاقته مع المجموعه كيقول لك ما بقى عندي ما نوصل، مثلا ما بقيتش تساتوريت المعلومه اللي غنوصل للجروب ما عنديش. هنا فين لن يضيف شيئا. اما المدرب كيبقى ديما مدرب سواء هنا سواء في ما عجباتكش الحقيقه اخي منير. لا والله ما حقيقه هذيك السيون، اسمح لي مع كل احترام، كون كانت حقيقه غادي نقول لك عندك الصح، ماشي حقيقه. ما دور حجي في المنتخب، ها دور حجي في المنتخب راه هو المساعد التامي ديال فاس واحد الصوره ديال لاعب حجي، ولكن قال لك راه لابس 13 بدات حيدتي لي 13 جورج حجي انا حسب كيفكم غالبا هو كيلعب حسب نور الدين الزياتي اللي كان معاه. ما يمكنش يدخل المباراه بدون جوارب. انا قلت لك خديت روايه من جوارب قشر اوكي عيط لك هذا جوارب كيف ما شديفه. مازال نتكلموا على جورج حجي. شكرا فخر الدين، تبارك الله عليك منير، وتحيه لجميع الناس اللي كي شكرا لكم اتصلوا بنا وكيتحاوروا معنا، شكرا لكم كثير. شكرا عبدو في الاخراج، شكرا مهدي مواضيع في الاخراج المرئي. ما تمشوش بعيد مستمعينا الكرام، انتم دائما اوفياء البرامج شدا اف ام. بعد قليل كود بشو.